مدارس عنيزة الأهلية، تعليم رائد لجيل واعد. بسم الله الرحمن الرحيم. القلب إحدى مكونات الجهاز الدوري. نتعرف على تركيب القلب. نتعرف أولا على تعريف القلب. القلب هو عضو عضلي كمثل الشكل، حجمه كحجم قبضة اليد، ويوجد في التجويف الصدري بين الرئتان مائلا قليلا إلى اليسار. تركيب القلب. تركيب القلب يتركب القلب من جانبين، هما الجانب الأيسر والجانب الأيمن. يتكون الجانبين الأيسر والأيمن من أذنين وبطنين، ويفصل بينهما صمام.